أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية في التأمين الصحي الشامل من خلال ملف وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن أن القادرين سيسددون قيمة الاشتراك الذي سيتم تحديده خلال الأيام القادمة. جاء ذلك خلال جولة الوزيرة لتفقد المنشآت الطبية ببورسعيد للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.